مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فقه الحياة. يقول المولى تبارك وتعالى في أكثر من موضع في القرآن الكريم: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ويقول أيضا في موضع آخر: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. الاختلاف بين البشر هو حقيقة فطرية، والتعددية بين البشر هي سبب للثراء بين الأمم. الحقيقة أن تعامل الإنسان مع هذه القضية لابد أن نتطرق فيه إلى الحوار. الحوار هو سبب للجمع الناس، سبب لمنع التنابذ، سبب لتحقيق التقارب بين الناس وتوظيف الاختلاف وترشيد الاختلاف في ذات الوقت. للحديث حول الحوار الذي اعتمده الإسلام هو الأسلوب والمنهج للتحاور بين الناس للوصول في النهاية إلى التعارف فيما بينهم، تدور هذه الحلقة من فقه الحياة. ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. مرحب بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا وبارك الله فيك. مشاهدينا متواصلون معكم حول منهج الحوار في الإسلام بعد الفاصل. مشاهدينا، لكم التحية مجددا، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. أجدد لحضرتك التحية دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا وبارك الله في حضرتك وفي الإخوة المشاهدين في كل مكان. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. دكتور، بداية، قضية الاختلاف بين البشر هي حقيقة فطرية كما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة. أود من حضرتك معرفة كيف أن قضية الاختلاف هي دليل على عظمة الله وقدرته في التنوع بين العباد بهذا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات وأن يكون شاهدا لنا لا علينا. آمين يا رب. وندعوه ونقول: اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل جعلناه لك خالصا فخالطنا فيه ما ليس لك يا رب العالمين. اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن يقولون فيعملون، وممن يعملون فيخلصون، وممن يخلصون فيقبلون. اللهم أمين. بداية أشكر حضرتك وأشكر القناة على اختيار هذا العنوان: الحوار في القرآن الكريم، والذي سنتحدث عنه في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. نحن في حقيقة الأمر في أشد الحاجة إلى علو ثقافة الحوار في مجتمع رأينا فيه أن الحوار يمسك بعصا ترحاله، الحوار الطيب يمسك بعصا ترحاله ليغادر بين الأسر الإسلامية. لا يدخل في الأسرة الحوار، رفع عن الأسرة الحوار بين الأفراد. بدأ التخاصم والتشاحن بين الأفراد. قضية الحوار في الشارع المصري والشارع العربي والشارع الإسلامي، بدأنا نرى فقرا لهذه القضية وعدم وجود الحوار في المجتمعات المثقفة أو بين المثقفين والمفكرين والباحثين. بدأ البعض، ولا أقول الكثير، يمسك بالحوار ويلقيه خارج حظيرة النقاش. الحوار حتى في المجتمع الدولي، المجتمع الدولي غاب عنه الحوار، وبدأت لغة الحوار تذهب من أماكن وأروقة السياسة، الأروقة السياسية، وبدأ الرصاص والمدفع هو الذي يتكلم، وتصمت العقول الألسنة ولا تفكر العقول
ويخرج الحكماء بعيدا. للأسف هذه الثقافة بدأت تظهر بقوة وبشدة في مجتمعات كثيرة. من هنا كانت عظمة القرآن الكريم التي بيّنت أن الحوار هو منهج حياة، وأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون حوار. وإذا أغلقنا باب الحوار أصبنا بالاكتئاب، وأصبنا بالأمراض، وأصبنا بالنزاعات، وأصبنا بالخلافات. المرأة إذا أغلقت باب الحوار مع زوجها ولم تمسك إلا بورقة الطلاق، حينما يتحدث في شيء معين طلقني، وفلا طلقني، سمعت فيلما أو مسلسلا فيها أبطال المسلسل أو الفيلم يقولون هذه الألفاظ فبدأت تقلد. الحوار ممنوع، ما فيش حوار. الزوج أيضا نفس الطريقة، بدل ما يعاشر المرأة بالمعروف ويأتي إليها بمتطلباتها ويعرف أن الله تبارك وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بالمعروف، لم يفعل ذلك وأغلق باب الحوار. كان المنتج أسرة كاظمة، أسرة غير فرحة ولا مسرورة، أسرة غير مبهجة، إنتاج أطفال يخرجون وعندهم عقد نفسية وأطفال وأمراض نفسية إلى الشارع. الولد يرى أباه يخاصم أمه وأمه تخاصم أباه، ولا يكون حوار إلا بالحوار العقيم الجدلي الذي لا قيمة له، اللي فيه سب وشتم والكلام ده، وهذا كلام يرفضه الإسلام. الأخ مع أخيه نفس الطريقة، مع أن الإسلام بيقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق إيه؟ فوق ثلاث. لا ثلاث، يقول ثلاث سنين، ثلاث سنوات، قول 30 سنة في الوقت ده، وحتى لو مات ممكن ما يروح لهوش. مصائب كبيرة. الحوار في الشارع المصري أو الشارع العربي أو الشارع الإسلامي، شوفي لو أن سيارة ضيقت على سيارة أخرى، تنزل بدل ما كل واحد يعني إذا نجي من طريقة المصيبة التي تقع في هذا الاحتكاك، بدل ما يشكر ويقول الحمد لله على السلامة وكذا وكذا، لا، تبدأ المعارك وسط الشارع وتقوم المشاكل. ده غياب للحوار النظيف. الحوار الأخ مع أخته تريد ميراثها، تريد حقها من أبيها، تريد شيء تطعم به أطفالها، ولها حق شرعي بأمر رب العالمين تبارك وتعالى، ولا يقبل هذا الحوار على الإطلاق. فحصل نوع من الجفاء ونوع من الفقر الأخلاقي في المجتمع. من هنا أنتم أحسنتم حينما اخترتم هذا الحوار وأن يكون عن طريق القرآن. لماذا؟ لأن المسلم الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أول شيء يمسكه بيد اليمين هو القرآن الذي أرسله الله، الذي آمن به، أنزله الله الذي آمن به، ثم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما اقتربنا من القرآن الذي هو منهج الحياة ونقول إن الحوار أسلوب حياة، فأنا عرفت المنهج، أقترب من المنهج عشان أتعلم الأسلوب، أتعلم الأسلوب. ولذلك ربنا علم أسلوب الحوار لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وجادلهم بالتي هي أحسن، هي أحسن. وقال أيضا في الحوار ادعوا إلى سبيل ربك إيه؟ بالحكمة والموعظة الحسن. وقال له حتى مع اللي مش مؤمنين بيك من اليهود والنصارى أو المجوس أو غيرهم، مش مؤمن بيك، خليك أرقى في الأسلوب وأحسن في الأسلوب، مش بالتي وجادلهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فقط، لا، إنما قالوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي إيه؟ هي أحسن. ولذلك في حسن وفي أحسن. فإذا أردت أن تقيم حوارا مع شخص على غير دينك فلا تدخل عليه من باب أنك أنت كاره له، ومن باب أنك أنت متضايق لأنه لم يتبع منهجك. ربنا أعطى حرية للمعتقدات، وأعطى حرية لاعتناق المذاهب والآراء والأفكار،
ولكن بين كفتها الميزان. المعتقد الصحيح أو المذهب الصحيح له درجة، والمذهب الآخر أو المعتقد الآخر له إيه؟ درجة. ومن الذي يحكم في هذه الدرجة؟ إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فالذي علمنا أعطانا منهج للحياة هو رب العالمين. هذا المنهج وجد في القرآن، ولذلك القرآن الكريم جمع بين المعجزة والمنهج، بين المعجزة إنه يعجز الآخرين أن ينقضوه، يجعلهم عجزة لا يستطيع أن ينقضوه، يأتوا بصورة بعشر صور مثله مفترق اجتمعت الإنس والجن، مش ممكن. العرب نفسهم أحبوا القرآن مع أنهم كفروا به، يعني كثير من الكافرين يحبون إيه؟ القرآن، يحبون القرآن. أنت تأملت كيف يعني أبو جهل يحب؟ والله كان يحب القرآن أبو جهل، والوليد بن المغيرة يعني كان يحارب الذي نزل عليه القرآن. طب يحبوه إزاي؟ إيه الدليل؟ من القرآن نفسه، من إيه؟ من القرآن نفسه. ماذا قالوا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من القريتين عظيم. يعني يا حبذا، القرآن اللي في منهج الحوار ومنهج الأخلاق ومنهج القيم وفي المعاملات وفي الشراء، يا ريت نزل على عمدة مكة ولا عمدة الطائف. طب إيه مقياسكم؟ مقياسنا إن داء اللي نزل عليه القرآن كان فقير وما كانش عنده فلوس وما كانش عنده مال، فإحنا مقياسنا الجاه والمال والولد، الجاه والمال والولد. حتى أبو لهب نفسه، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حاور سيدنا النبي حاوره وهو يملك المال والولد، وقال له تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله يدافع عن رسول الله، تبت يدا أبي لهب. يعني الدعاء اللي انت دعيته عليه أبو لهب ده، انت بتدعي ربنا اللي بعته، الدعاء ده ينقلب عليك انت، انقلب السحر على الساحر. وتب، تب الأولى وتب الثانية، تب الأولى دعاء من أبو لهب ذكره المولى تبارك وتعالى، تب الثاني إثبات اللي هو الهلاك، يعني إثبات الهلاك على أبي لهب. أراد أن يدعو بالهلاك على رسول الله، فقال له المولى أنت الذي ستهلك، وهذا ثابت. ومش كده وزد في الدنيا، طب مع المال والأولاد ما أغنى عنه ماله وما كسب، وما كسب ده في الدنيا المال والكسب بتاعه. وذلك قال إن انتصر ابن أخي، انتصر ابن أخي فسيكون مالي معه وأنا سأنال نصيبا من انتصاره، وإن انتصر قومي فأنا ضد محمد هو أنا معاكم. ولذلك في شعب بني هاشم لما حبس بنو هاشم جميعا في الشعب على رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي حصل كان الوحيد الذي لم يقاطع قريش من آل محمد ومن أعمام محمد أبو لهب. نعم. ولتبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ده اللقطة الثانية في النار، يعني هو ليه سمي أبو لهب؟ لأن وجهه كان أحمر لدرجة تصل إلى اللهب من الاحمرار والجمال. فاللهب هذا اللي انت فرحان به هيكون عليك نارا ذات لهب. يوم شوف حتى الايقاع القرآني والجرس القرآني والله. فالقرآن الكريم يثبت على ان المال ليس هو الاساس. ولذلك بنو اسرائيل بعث الله طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك وايه ولم يؤت سعة من العلم ولا من الخبرة ولا من الله ولم يؤت سعة من المال. فالمقياس عند هؤلاء في الحوار هو المال. فالمولى تبارك وتعالى رد عليهم في قوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فين؟ في العلم. خد العلم الأول أهو. فالعلم في الحوار شيء مطلوب، والجسم الخبرة والقناعة والقوة التي يقدر يتولى بها المنصب اللي هو فيه. طب يعني يا دكتور معلش، يعني إيه حوار؟ يعني كل طرف يعرض وجهة نظره فقط،
ولا الحوار يعني ايه، خاصة اذا كان عرض وجهة النظر ما بيحلش المشكلة او بيؤدي الى تأجيج الصراع اكتر؟ الحوار من كلمة حور ومعناها ناقش، ناقش مناقشة. المناقشة او الحوار لابد ان يكون بين طرفين، وإلا ما يكونش حوار من طرف واحد. طرف واحد ما ينفعش، حوار الطرشان ما ينفعش برضو. نفس الطريقة دي لازم أسمعك وتسمعني. للحوار أركان ثلاثة، للحوار أركان ثلاثة. المحاور الركن الأول، المحاور الركن الثاني، القضية موضوع الحوار. موضوع الحوار لابد أن يوجدوا الثلاثة، إذا لم يوجدوا الثلاثة لا يكون هناك حوار. ولذلك لم تذكر كلمة الحوار في القرآن إلا في ثلاثة مواضع، موضعين في سورة الكهف، وقال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز إيه، والثاني وقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب إلى آخر الآية. والموضع الثالث كان في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ثلاث مواضع بس. لكن الحوار معناه إيه أساسا؟ الجدال، القول بين الأخ هذا الشخص والآخر، الجدال أو بين طرف وآخر. الجدال ينوب عن كلمة الحوار، ولذلك كلمات الجدال في القرآن الكريم كلمات كثيرة جدا، واخد مساحات كبيرة جدا، وردت في 29 موضعا. نعم. من القرآن الكريم. نعم. طب دلالة أن كلمة الحوار تأتي في ثلاثة مواضع وكلمة الجدل تأتي في 29 موضعا فضيلة الدكتور؟ لأن دول كان لهم حالات خاصة. واحد افتخر بالشجرة بتاعته، بالجنينة بتاعته، بالجنة بتاعته، لدرجة أنه عمل مقياسه الثمر اللي عنده ده، وانت جنتك ما فيهاش ايه ثمر، فانا احسن منك اعز منك مالا. والتاني كان فقير فاراد ان يقول له ان القضية قضية اكبر مني ومنك، الفقر والغنى والشجر والزرع والثمر ليس بيدك انت، انت بتفتري علي بشيء انت لا تملكه. نعم. وطالما لا تملكه انا ساذكرك بالله، اكفرت بالذي خلقك من تراب، انت بتكفر بربنا، لانه هو قالها قبلها وما اظن الساعة آتية، حتى انكر الساعة. المال لما يطغي على الناس، والجاه والنسب والسلطان لما يطغي على الناس ينسيه كل شيء، ينسيه الحق. ومن هنا على المسلم ان يكون يقظا لهذا تماما. النقطة الثانية اللي فيها كلمة حوار في قد سمع برضو كانت مع الله، فالقضية الأولى فيها تذكير بالله، تذكير بنعم الله، والقضية الثانية فيها شكوى إلى الله. شكوى إلى إيه؟ إلى الله تبارك وتعالى. الرجل الأولاني في الحوار قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب، وبعدين اللي خلقك من تراب ده المفروض ما تكفرش، تنسب النعمة إليه، الزرع اللي انت مفتخر به ده انسبه إلى ربنا، وقول الحمد لله لما يرى الزارع ثمرا في شجره وفي زرعه يحمد الله ويأكل من ثمره ثم يخرج زكاة الله، وآتوا حقه، كلوا من ثمره وآتوا حقه إيه؟ يوم حصاده ولا تسرفوا. ولذلك ربنا أنا لي إيه في الزرع اللي أنا بفتخر به ده على صاحبي وأنا بحاوره؟ إيه اللي لي عنده؟ أنا ألقيت البذرة بس وغطيتها بالتراب وعطيتها الماء، هل لي عمل تاني؟ انتظار يعني أنا حرثت، أنا حرثت بس، عملت حرث للأرض بالمحراث صح؟ لكن أنا أنبت الشجرة وطلعت الشجرة؟ عشان كده ربنا وضع الأمور في نصابها في حوار آخر مع الخلق جميعا، حور الخلق وقال أفرأيتم ما تحرثون، ما قالش أفرأيتم ما تزرعون، أفرأيتم ما تحرثون. انت كل عملك بتلقي البذرة وتمشي، وبعد أسبوع 10 أيام 15 يوم 3 شهور تأكل الثمرة، اشكروا يا أخي.
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الإيه؟ الزارعون. ولذلك جاء في الحديث لا يقول الإنسان زرعت، إنما يقول حرثت. إحنا حرثنا الفدان مبارح، إحنا سقينا الفدان مبارح، لكن أنا زرعت والله. أنت زرع يا فلان، أهو كلمات دي خطأ. ربنا لما قال للمسلم لا تقل زرعت، إنما أنا الزارع، أأنتم تزرعونه أم نحن الإيه؟ الزارعون. قد يقول ليه ربنا قال في حتى بعدها مباشرة لو نشاء لجعلناه حطاما، لجعلناه حطاما. اللام هنا في جعلناه للتوكيد، للتوكيد، أي أنا ربما يأتي واحد يقول لا ده أنا اللي لي مقدرة وأنا لي قدرة وأنا اللي حرثت وأنا اللي زرعت وأنا اللي هبقيه. قال له طب لو بقيته أنا اللي هجعله حطام، لأنك تدعي القدرة الثانية. لكن الآية اللي بعدها مباشرة قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. اللي بتشربوه ده، هل الإنسان اللي دخل الزرع له دخل لأن عمل فيه الحراثة، ألقى البذرة صح ولا؟ نعم. وحرث. إنما الماء الماء هل لي دخل فيه؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه، ما قالش لجعلناه. شوف اللام هنا فرقت فرق كبير. لماذا أتى باللام في الأولى التي قال لجعلناه حطاما في الزرع؟ لأنه قد يوهم الزارع هذا أو الذي حرث الأرض هذا أنه باستطاعته أن يبقي على الثمار ويبقى على الشجر بثمره. ربنا بيقول لا أنت عامل نفسك شريك لي في الحتة دي، لا أنا سأجعله بقى. لجعلناه في الآية الثانية ما فيش واحد ادعى الشراكة. نعم. الماء يعني عارف تركيب المية بس، ذرتين هيدروجين ذرة هيدروجين. لكن في أمريكا نفسها بعظمتها الآن المادية التي تقول عنها، ولا روسيا ولا بريطانيا ولا أوكرانيا ولا اليابان ولا سويسرا، هل في حد يقدر يقول أنا أستطيع أن آتي بكوب ماء؟ أبدا على الإطلاق، لأن هناك تدخلات له هو وحده. ولذلك الماء والكلأ، الماء والكلأ والهواء ربنا لم يملكهم لأحد الثلاثة دول، لأنه لو مسكوا الثلاثة، واحد مسك الثلاثة دول هيكفل المية ويعمل كذا ويعمل كذا على الناس وما يرضاش. ربنا لم يعطي الماء لأحد، حتى البخار اللي طالع من الأرض ما حدش يشوفه ويتكون الماء أعلى. طب وتحت ما أنا أستطيع، ما أنا وصلت بالطيران وحاجات عابرة القارات والكلام ده، مش هتقدر. ولذلك الحوار عندنا لابد أن يبنى على قواعد سليمة. أول حاجة ما تشركش بالله، ثاني حاجة لا تكفر بالله، لا تجادل في الله بغير علم. ومن الناس من يجادل، يحاور، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ده اسمه طب يا دكتور حوار العقيم. طب فكرة إن الحوار يبقى قاصر على موضوعات معينة، غير هذه الموضوعات غير مسموح بالحوار، أو منع مثلا طرف ما إنه هو يعبر عن رأيه أو إقصاؤه خالص، أنت ملكش رأي، أنت تتلقى بس ملكش إن أنت تبدي رأي أو تناقش في الأمر للاستيضاح أو لزيادة المعرفة. هنا نحن نركز على أن الحوار، باب الحوار مفتوح على مصراعيه. في أي أمور يا دكتور؟ في كل أمور ربنا تبارك وتعالى، إلا في أمور عقيمة. أصل في حوار عقيم وفي حوار سليم. الحوار العقيم الذي لا يأتي بنتيجة بغيره فورا وما ردش عليك فيه، زي حوار النمروز مع مين؟ مع إبراهيم عليه السلام. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم فين؟ في ربه، أن آتاه الله الملك، يعني هو يملك الملك بس آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي إيه الذي يحيي، في حاجة غيبة هنا في السياق القرآني. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فين المحاجاة قبل ما يجيب إبراهيم؟ فين السؤال؟ فين طرف الحوار الآخر؟
ده ربنا أعرض عنه في الحديث لأنه الإجابة بتاعت إبراهيم دل عليه أنه سؤال. سؤال دل عليه أنه إيه؟ ففي مش كل أمور أنا أجاوب عليها، في إجابة بترد على سؤالك حتى وإن لم تطرح السؤال. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، ولذلك ألم ترى إلى الذي، وقالش ألم ترى الذي حاج إبراهيم، وكأن محاجاة الذي حاج إبراهيم وحاور إبراهيم عليه السلام هذه المحاجاة وصلت إلى درجة كبرى من العجب المضحك، من العجب الإيه؟ إلى، وصل إلى نهاية الشيء، إلى دي إلى النهاية. فقال قولا في سؤاله الذي لم يظهره القرآن إنما يعرفه القارئ، وهو أنا الذي أحيي وأميت، من الذي يحيي ويميت يا إبراهيم، من الذي يحيي ويميت؟ السؤال غاية في العجب، لأنه ما فيش واحد في الدنيا كلها قال هذا المقول، المقولة الإلحادية، وقال أنا أحيي وأميت. فقال إبراهيم رد عليه مباشرة ربي الذي يحيي ويميت. رد بقى الملحد، وهو زعيم الملحدين بقى وقتها، رد في الحوار مع إبراهيم، إبراهيم عليه السلام، وقال له أنا الذي أحيي وأميت. ولم يأتي بعدها مباشرة في الحوار ده، لم يأتي بعدها بما فعلوا، إنما قالت الآراء أنه أتى برجل من السجن قال أخرجه من السجن ويعني لا يسجن، والثاني أقتله، فأنا أحييت وأميت. هل إبراهيم قال له يا كذاب يا مفتري، عيب عليك، طب أنت عارف إيه الإحياء، انت عارف ايه الاماته، مما يكون الاحياء، مما تكون الاماته، مما يكون يتكون الانسان، اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، تبقى خصيم ومبين وانت من نطفه يا جليل الكذا. ففي امور مش محتاجه ابراهيم عليه السلام، قال له انا احيي واميت، واتى برجل من هنا ورجل من هنا، قال ابراهيم رحم غير بقى، لا مش هجاوبك على السؤال. فهنا ما جيش اقول ليه ما يجاوبوش على السؤال، لان السؤال نفسه طرحه خطأ، السؤال نفسه طرحه إيه؟ خطأ. طرحه خطأ. فإبراهيم لابد هنا للمحاور، وهنا ثقافة الحوار الراقي العالي، لا يدخل في القضايا الهامشية التي لا تفيد المجتمع، ولا يصح أن أعمل برنامج توك شو على الهواء وأخذ به ساعات والأسر معاي في قضية هيفة ما لها تعليق ولا لها كلام ولا تفيد البلد ولا الوطن. يجب علي أن أتي بالقضايا السليمة، قضايا السليمة التي تفيدني وتفيد أولادي وتفيد وطني وتفيد الشباب وتفيد الأمة. لكن إيه معناه أن أتي مثلا مع احترامي لكل الرموز، أتي بشخص ما طلق امراته وتطلقها ليه، طب وإنت راضية ولا مش راضية، وحبكم الزمالي كان إيه، ومش عارف كلام لا يغني ولا في لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن الإسلام أراد بنا أن نرقى بالحوار. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إيه الجمال والروعة دي؟ هنا رقي بدرجات الحوار إلى أعلى مستوى. لم يقل إبراهيم أنا مش هنقشك إيه معنى إحياء، مش هنقشك إزاي الحيوان المنوي يلتقي ببويضة المرأة، مش هنقشك بكيفية الإمشاج والتلقيح بين الاثنين، مش هنقشك في المدة التي يقضيها الجنين في طفل عشان الإحياء، مش هنقشك في تصوير الإنسان هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، مش هنقشك في الغاية من خلق الإنسان. كل ده إبراهيم تركه على جنب لأنه عارف أنه يدخل فيه حوار عقيم. فحينما أترك الشخص الذي أمامي في حوار وأقول لماذا لم ترد عليه، أسأله هل الحوار مفيد أم حوار جدلي عقيم؟ إذا كان مفيدا أهلا وسهلا، إذا لم يكن مفيد أغير دفة الحوار إلى إيه؟ ولا أدخل في عالم الصفصطة. عالم الصفصطة اللي هي حوار من أجل الحوار، حوار من أجل الحوار فقط، هو ما جاش يبحث عن قضية. ولذلك قلنا أن هناك بعض، أنت كنت بسأليني قبل البرنامج بتقولي لي أنه بعض الشيوخ مش بيقبلوا أسئلة بعض الناس، وعاوز يديك السؤال الجواب وما تتكلمش. تلك ليس كل الشيوخ، إنما البعض منهم، بعض منهم، وهذا شيء شاذ والشاذ لا يقاس عليه. ده رقم واحد.
رقم اثنين أن هناك من يأتي ليسأل سؤالا والإجابة في ذهنه لا يريد أن يخرجها، لا يريد. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه جاي يسألني في قضية مثلا في المسح على الخفين ولا في الطلاق ولا في، بعد ما أجاوب عليها وأنا لم أجاوبه إلا بعد دراسات وبعد قراءات وبعد شهادات وبعد كذا، يقول لي لا يا عم الشيخ الكلام اللي قلته ده أنا الشيخ تاني قال لي أحسن منك، قال كلام تاني. طب ما جاي ليه أنت لما أنت مش مقتنع بإجابة الشيخ جاي تسأله؟ جاي ليه أنت؟ هنا بتضيع الإيه؟ بتضيع الوقت وبتضيع كذا. وهنا ليس كل سؤال يطرح، يعني لا يليق أبدا، وما عيبش على الشيوخ بس أنا لا أقول للأطباء، لا يليق أبدا أن واحد كتب له الطبيب الروشتة ويروح للطبيب يقول له الروشتة دي مركبة من إيه والدواء ده مركب من إيه وده أنت وثقت فيه. طالما وثقت فيه وخاصة في القضايا الدينية الكبرى، فما بالك بقضايا الأبدان. طب فضيلة الدكتور، يعني هذا الأمر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق باب الحوار أمام السائلين؟ يعني أي حد كان بيجي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي سؤال كان النبي بيرد عليه، وكان عنده من سعة الصدر أنه هو يجيب على هذه التساؤلات، وهذا هو المطلوب حاليا. هذا هو المطلوب، ولم يستنكر أبدا أن يطرح أحد سؤال وهو غير. لاحظي أن كل سؤال طرح على رسول الله كان من الأسئلة المفيدة وكان لها جواب. الراجل الذي أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل العرب دول ما كانوش يتكلموا بس، ده كانوا أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان. أيوة بس هم ما كانوش مقتنعين أصلا بالدعوة فضيلة الدكتور، مش مقتنع بيقدم له الحجة، وكان بيأتي للسؤال حتى يثبت أمر ما أنه هو على الحق وأن دعوة النبي هي الباطل. على الباطل، وهنا نحتاج إلى الحجة والبرهان طالما القضية سليمة وتفيد المجتمع. نعم. لكن واحد عاوز يضيع وقتك وبعد يسمع منك وكل حاجة يقول لك لا ده الشيخ فلان قال أحسن منك، فدي مشكلة، مشكلة كبيرة. أنت لا وثقت في الطبيب، ثقف. ولذلك أنا ما أقولش لأي واحد روح لأي واحد يسأله، لابد أن تسألوا أهل إيه؟ لا. الذكر، أهل التخصص، كلهم في مجال تخصصه. لكن يجاب لك واحد في الشارع لا هو عالم ولا كذا ويدعي أنه عالم وتسأله ويقول لك عبارة زي بعد بعيد عني وكذا، ده طبعا خطأ، إنك أنت رحت له من الأساس. طب يا دكتور إيه الفرق؟ ليه إحنا في الحوار بتاعنا دايما بينتهي بخناقة؟ يعني إحنا ليه لما بنفتح باب الحوار بين الناس بنلاقي حتى في بعض البرامج بنلاقي إن الضيوف بتقوم وممكن تتخانق مع بعض؟ لإني لم نعرف أدب الحوار، لم نتعلم. هنا أدب الحوار في القرآن، أدب الحوار في القرآن الكريم. المولى تبارك وتعالى لم يغلق باب الحوار كما قلت حضرتك، لم يغلق باب الحوار المفيد أبدا. بدأ الحوار مع الشيطان، بدأ الحوار في سورة البقرة، أول آيات في الحوار بدأت مع الملائكة، الحوار مع إبراهيم عليه السلام، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال شوف سؤال مهم مش أي سؤال، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، رد يريد منه إجابة عشان يقنع حتى اللي هيسمع الإجابة. طب الملائكة فضيلة الدكتور، يعني الله سبحانه وتعالى بيخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة، هما يعني ده أمر إلهي، هو بيخبرهم أنه هو هيجعل في الأرض خليفة، كان رد الملائكة إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ده كانوا يعني خايفين عن نفسهم، الملائكة كانوا خايفين عن نفسهم لأنه هم تلقوا أمر الله بالتنفيذ. نعم. بس هنتعامل إزاي مع اللي هيجوا دول يا رب؟ ده هم بيسألوا في ناس هتسفك وتعمل ده، نعمل فيها ايه يا رب؟ يعني هم عاوزين، انت وظفت واحد، اصدرت قرار بتعيين فلان في مكان كذا، الرجل عاوز يعرف مهام عمله ايه، فبيقول لي الدين المذكرة التفصيلية لمهام عملي وحدود عملي. يعني ده مش اعتراض؟ مش اعتراض، لا لا ابدا مش اعتراض، ده سؤال استفهامي وسؤال يفيدهم هم، هم عاوزين كيف نتعامل مع هؤلاء البشر. اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، احنا مهمتنا يا ربنا ما غلطناش ابدا، فاحنا خايفين نغلط ويسفك الدماء، ونحن دايما ما غلطناش، نسبح بحمدك ونقدس هناك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون. انا هعرفكم ايه اللي هتتعاملوا معاه، الشخص اللي هتتعاملوا معاه مش شخص عادي، ده سيد الكون والكون كله خادم له،
وسيتعلم كل حاجة في الكون. وما دام يتعلم كل حاجة في الكون فاعرفوا المهمة بتاعتكم مش مهمة سهلة. لما واحد يقول لك ايه انا موديك مهمة دبلوماسية من اخطر المهام، فلا تظن ان مهمتك سهلة، هيكون فيها كذا ويكون فيها كذا، وهتتعامل مع كذا وتتعامل مع شخصيات كذا. انتوا هتعاملوا مع شخصية متعلمة، ومش حد معلمه، مش من خريج جامعة السربون ولا مش من خريج جامعة القاهرة وجامعة الازهر، ده هنا متعلم من الله مباشرة. وعلم آدم الأسماء كلها، وبعدين بعد ما علمها آدم الأسماء قال لهم تعالوا عشان تعرفوا صيغة التعامل، عمل بروفة للتعامل معهم، كيف آدم وسطيهم هم يسألوه ويجيبهم كل شيء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، وآدم موجود، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، ده احنا ننزهك يا رب من أي حاجة، سبحان احنا عارفين ومقرين بأن احنا نتعامل مع شخصية كبيرة. ولذلك ربنا قال إن آدم وأولاده كرمتهم أمام الملائكة وأمام الدنيا، وعلمته وما علمتش الملائكة، علمته حاجة ما علمتهاش للملائكة، فالملائكة احترموا آدم عليه السلام، ولذلك لما قال لهم اسجدوا هل امتنعوا؟ ما امتنعوش. قل ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا واحد طلع شاذ. والشذوذ موجود في كل شيء في الكون، فالحوار مهم جدا. الملائكة حينما تكلموا في هذا لم يعترضوا، إنما تكلموا ليستفهموا، تكلموا لكي يعلموا حدود عملهم ومع من يتعاملون، فتبين أنهم يتعاملوا مع أرقى مخلوق في الكون، خلقه الله صوره فأحسن تصويره، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ألم يجعل له ملائكة يحفظونه بالليل والنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ده لهذا المخلوق. فالملائكة ممكن يعترضوا، فحوارهم كان حوار مفيد وليس حوار عقيم. نعم. تعالي بقى مع إبراهيم عليه السلام، حوار كان مفيد، يعني ما سألش إبراهيم السؤال اللي هو لا قيمة له، ربي أرني كيف تحيي وتميت، ربي أرني كيف تحيي وتميت، قال أولم تؤمن يا إبراهيم، هو عارف أنه مؤمن بس أراده أن يقر، حتى إذا سمع السامع إقرار إبراهيم علم أن إبراهيم لا قصد له في الحوار إلا معرفة الحق، عشان ينشر بين الناس ودعوته تطلع وتنتشر أكثر وأكثر. نعم. فإبراهيم عليه السلام، وكان إبراهيم أستاذ في الحوار، سيدنا إبراهيم من هو طفل هو بيحاور، فما بالك لما وصل إلى درجة النبوة حاور رب العالمين تبارك وتعالى. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال له طب مدام يطمئن قلبك وعاوز حجة والحجة دي تنفعك في دعوتك، ما انت تسأل سؤال ينفعك، لكن تسأل سؤال عشان تضيع الوقت ما ينفعش. أنا هقول لك البراهين وديها للآخرين واعلم أن هذا دليل على أني عزيز حكيم. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل دبحهم، بعد كده اجعل على كل جزء منهن، على كل جبل منهن إيه جزء، يعني أربعة من الطير، الحمام، اليمام، الغراب، كذا وكذا، أربع الهدهد، المهم يكون أربع من طيور مختلفة، واذبحهم وقطعهم واخلطهم زي ما تخلط في الخلاط كده، اللحم كله بيجي على بعضه وبعدين خده ده قدام الناس، خده وقول لهم تعالوا عشان أقول لكم إن الذي خلق الكون وسيره رب العالمين، ربنا أمرني بكذا، خده قدام الناس كده وضع على أربعة، على كل جبل منهن إيه جزءة، خد قطعة لحمة هنا مخلوطة بقى بكوكتيل، حطها على الجزء ده وحط الحتة التين على المكان المرتفع ده وأربعة، وبعدين ادعوهم أيها الحمام تعالى، يطلع الحمام إذا كان مخلوط مع الغراب يطلع الحمام من بين الغراب، يخرج حمامة تطير وتصل إلى إيه إلى سيدنا إبراهيم، أيها الغراب يأتي الغراب مسرعا، لا يختلط الغراب بالحمام
أيها العصفور، يأتي العصفور مسرعا، لا يختلط العصفور بالغراب. الأربعة يطلعوا كل واحد بعد الدمج ده، طلعوا مين الفصل ده؟ واعلم أن الله عزيز حكيم، واعلم أن الله إيه؟ عزيز حكيم. وحتى بعدها والله العظيم، بعد ما قال الحتة دي وإنه ربنا عمل كل حاجة، قال يعني انفقوا في سبيل الله واعلموا أن الله عزيز حكيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت. طب إيه اللي جاب الإنفاق مع قضية الخلق؟ قال لك الذي خلق هو الذي أمرك، وطالما أمرك هو الذي سيرزقك، فما تخافش على رزقك مباشرة. نعم. يبدأ الحوار مع سيدنا إبراهيم بهذا الطريق. يبدأ الحوار مع سيدنا إبراهيم بعد ما حاور ربه مع الملحد أستاذ الإلحاد في الأرض وقتها، وهو النمروز. ولاحظي الحوار اللي كان مع سيدنا إبراهيم ومع النمروز لم يذكر فيه اسم النمروز. نعم. لأن ربنا في الحوار يريد الحوار من أجل الحوار ومن أجل الوصول إلى نتائج طيبة وليس التشخيص. أنا لما أكون أحاور فلان في قضية معينة أبعد عن شخصه، أحاور فكره، أقول له أنت عندي محترم. لذلك في النقاشات أنا بستعجب النقاشات اللي بتكون في التوك شو، كل واحد يشتم التاني، أنت اللي بتعمل كذا، وأنت يعني خليك في موضوع قضية الحوار نفسها، ما تشخصنش. قال لابد أن يحترم المحاور المحاور. نعم. ولا بد أن يجعل المحاور المحاور في درجة واحدة معه، حتى يقول له أنا ممكن كمحاور بقى أنا ودارس وقارئ وبتاع، والتاني عارف أنه مش دارس، أقول له لا ده أنا ممكن أكون على خطأ وإنت تكون على صواب، وممكن تكون إنت على صواب وممكن تكون أنا على خطأ. بدأ يجري من على الترابيزة ولا قعد؟ لا. ليه؟ لأنه بقينا درجة في أدر. الكلام ده علمه للقرآن في الحوار في سورة سبأ. النبي صلى الله عليه وسلم حاور المشركين على ترابيزة واحدة وقعدوا كده، وقال لهم ربنا الذي خلق السماوات والأرض وربنا كذا وربنا كذا، قالوا له لا ما ربنا ما خلق بس مش هنعبده، وربنا ونعبد الأصنام ونعبد هبل. قال لهم طب تعالوا ما تمشوش، هيمشوا ما تمشوش، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم شوف الجمال والروعة، المحاور والمحاور لم يجعل شخصنا في الموضوع، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وبعدين اللقطة اللي بعدها، قل لا تسألون عما أجرمنا. النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي على ضلال؟ لا. ومع ذلك قال ممكن أكون أنا على ضلال، عشان يخليش المحاور يقوم من على الترابيزة. كذلك أنت أيها المسلم تعلم من رسول الله حينما تحاور مثقفين. حوار المثقفين الآن في البرامج التلفزيونية وغيرها صار حوار الطرشان. لا، احترم المثقف الأمامك، وأنت أيها المثقف احترم الشخص الذي أمامك، وتبادل المسألة باحترام ورقي. سيدنا الإمام الشافعي بيقول يعني ممكن يكون محاوري على خطأ على صواب وأنا على خطأ، ممكن يكون أنا على خطأ أو هو على صواب. نفس الكلام بتاع سيدنا النبي، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم أتى بالقضية بعدها وقال قل لا تسألون عما أجرمنا، ممكن يكون الكلام اللي قلته أنا جريمة بالنسبة لي، ولا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما إيه، المفروض يقول تجرمون صح؟ لا، في الحوار عشان ما يخلوش يمشي قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. عما تعملون نسب الإجرام لنفسه ونسب العمل للآخر حتى لا يخرجه من حلبة الحوار. نحن نحتاج إلى حوار، حوار مثقف عالي، حوار راقي، حوار يفيد الأسرة، حوار يفيد المجتمع. المرأة تحاور زوجها محاورة طيبة ولا تدعوه إلا إلى الخير. كانت في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو طالع الصبح تحاور زوجها وتسلم عليه وتعطيله الكلمات الطيبة هو وخارج، مش هتقول له هات لي النهاردة، وهي عارفة النهاردة يوم 18 أو 19 في الشهر، أنا عاوزة بطيخة وعاوزة برتقال وعاوزة عنب، ولا اوعى تنسى الفراخ، الفراخ اللي وصل كذا اوعى تنساه، ما تقولش لا، كانش تقول الكلام ده ابدا، كانت تقول له يا هذا انت خارج يا ابو محمد النهارده
يا هذا اخرج واتق الله فينا، اتق الله فينا ولا تأكل حراما. ليه يا أبو محمد؟ قالت له يا أبو محمد إننا لا نستطيع أن نصبر على الجوع في الدنيا، ولكن لا نستطيع أن نصبر على عذاب الله يوم القيامة. المرأة الصالحة، نعم، المرأة الصالحة لابد أن تفتح باب الحوار مع زوجها. الزوج لابد أن يفتح باب الحوار مع زوجته الصالحة. لابد من محاكم الأسرة يكون فيها يعني أجازات معينة. ما ينفعش تخلوا محاكم الأسرة شغالة 24 ساعة. نعم. يجب علينا أن احنا نقف ونتعاون في الأسرة وفي البيوت. إيه اللي بيهم المجتمع الآن غير غياب درجة الحوار أو ثقافة الحوار؟ نحتاج الأخ اللي مش بيعطي أخته الميراث زي ما قلت في البداية. نعم. اتق الله. النبي بيقول من ظلم رجل في شبر من أرض طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين يوم القيامة. طوقه الله، خده نزله إلى 7 أراضين في الأرض لأنه خد شبر من أرض، ده من أخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من أخيه، وظلم أخيه في شبر من أرض. فما بالك لما تكون أختك بنت أمك وأبيك؟ نعم. ما ترضاش تعطيها وتقول لي لا مش هحورها؟ ده بيقطعوا العزاء من بعض. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا لوجود حضرتك. شكرا، بارك الله فيك. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، حتى لقاء قادم بإذن الله وحلقة جديدة من فقه الحياة. أترككم في رعاية الله.